احلى مسا على احلى متابعين، ايه رايكم بقى في الكفته بتاعتنا دي؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الاخر، اللهم صل على النبي عليها. شايفين؟ شايفين؟ تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه الخطيره للكفته دي عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده هنعمل كفته الرز يا جماعه بطريقه سهله ومقادير بسيطه ان شاء الله وهتعجبكم، وطريقه مظبوطه جدا جدا، والكفته مش هتفك منك ولا حاجه ان شاء الله باذن الله. تمام، يلا كده نسمي الله ونشوف مقاديرنا عباره عن ايه. بسم الله، معايا كيلو من اللحمة المفروم، تمام، كيلو من اللحمة المفروم، ومعايا كمان 3 كوبايات من الرز، 3 كوبايات ونص من الرز، اي مج، طبعا المج دوت معروف في كل بيت مصري، المج اللي هو بتاع الشاي يا جماعة العادي، انا بعاير بيه الرز، تمام. حط 3 كوبايات ونص. طب انت حاطة قليل قوي ليه كده؟ عشان احس بطعم الكفته يا جماعه وانا باكل، احس بطعم اللحمه، مش هحط كيلو لحمه قصاده كيلو رز، مش هتحس بطعم الكفته خالص انك بتاكلي كفته كانك بتاكلي رز عادي، انما لا، انا احط ايه كيلو اللحمه، انا دايما بعمل كده صراحه، بحط قصاده ايه 3 كوبايات ونص من الرز. دي مقادير مظبوطه جدا جدا، وانت بتاكلي بتحسي كده بطعم الكفته دي، بتاكلي كفته بجد يعني، تمام. معايا ايه كمان؟ طبعا الرز ده حبايبي مغسول، ويعني حطيته كده على مصفى ان ينشف شويه، تمام. تمام، معايا بقى ايه 3 ربط كده من الخضره، عباره عن ايه؟ عن بقدونس، كزبره، شبت، تمام، غسلتهم ومخرطهم بالشكل ده. ومعايا بصلايه، هي كانت المفروض بصلايه بس لقيتها ايه النص ده كان فيها يعني، تمام، هي بصلايه بالحجم ده، تمام. ومعايا توم، راس توم صغيره، مش عايزه راس توم كبيره، انا عايزاها وسط كده، تمام. كده المقادير معايا زي الفل. طبعا التوابل هنحطها مع بعض. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا، بسم الله. اول حاجه هنعملها هنضرب الرز يا جماعه، الرز يبقى ناعم، هنعمل الرز الاول. لو عندك دقيق الرز هو بيتباع في اي سوبر ماركت، عندك دقيق الرز يبقى كويس جدا، ما انتش عندك دقيق الرز دوت هتعملي زي ما انا ما هعمل كده، تمام. هجيب الرز بتاعي واضربه الاول في الكبه، هنعمه الاول، تمام. هنا بقى حطيت كميه الرز اللي احنا قلنا عليها في الكبه، وهنبتدي ان احنا ايه نضرب. بسم الله، هنا بقى ضربت الرز ونعمته زي ما انتوا شايفين معايا. لازم انعم الرز. طب ليه لازم انعم الرز؟ عشان صباع الكفته وانا باكله ما يبقاش محبب. لو ضربنا الرز صحيح مع الكفته مع الخضار اللي هنحطه ده، فهتبقى وانت بتاكلي كده الرز زي محببه معاكي، تمام. انا نعمته اهو، تمام. هجيب بقى ايه الخضره بتاعتنا والبصله قطعناها والثوم، ونضربها بقى ايه في الكف، تمام كده. خلاص كده حطينا كل حاجة، نغطي بقى ونضرب. هنا بقى في الرز هنحط الملح، معلقة كبيرة كده من الملح، تمام، معلقة شطة حسب الرغبة، حسب ما انت حابة، معلقة فلفل أسمر كبيرة، تمام، معلقة بهارات وحبة كمون، تمام كده، تمام. كل التوابل اهي موجودة، تمام كده، تمام. نجيب الخضرة بتاعتنا بقى ونحطها كده. خلاص حطيت الخضرة زي الفل على التوابل والرز. هنزل بإيه؟ باللحمة بتاعتنا. بسم الله، ادي كمية اللحمة بتاعتنا، وهمسك بقى المكونات دي كلها طبعا بإيديا، ايه اقلبها كويس جدا، تمام. كده خلاص قلبت كل المكونات، هنزل تاني في الكبة حتة حتة كده اضربها تاني. حطيت حبة كده في قلب الكبة وهبتدي اضرب تاني. ودي شكل الكفتة بتاعتنا او العجينة الكفتة بتاعتنا بعد ما انضربت، تمام كده زي الفل. هنجيب بقى حبة زيت كده صغيرين في طبق، ونبتدي ايه نصبع مع بعض. ببتدي بقى بالزيت، ادهن ايدي كده زي ما انتوا شايفين بالراحة اهو،
واروح بقى ماسكه حته كده من الصباع على قد ما انا عايزه، عايزه بقى حجم الصباع كبير، عايزه حجم الصباع صغير، اللي يريحك. تمام، وابتدي ان انا ايه اصبح كده بالشكل ده، شايفين اهو اهي، بص الصباع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه اهو. واحد كمان مع بعض اهو، زي ما قلتلك حسب ما انت عايزه الصباع تكبري تصغري اللي انت ايه اللي انت حباه. بسم الله اهو بالشكل ده اهو. اخلص انا بقى ايه بقيه الكميه اللي معايا. تمام، هوريكوا دلوقتي انا عملت ايه اهو. بصوا انا عملت كام صباع اهوت، عملت كام صباع اهوت، وهكمل بقى كمل انا بقيه الكميه كده. ودي الكفته بتاعتنا اهي بعد ما صبعناها، بسم الله ما شاء الله عليها. حجمها كده كبير، هي كبيره وحلوه يعني، احنا بنحبها كده. لو انت حابه تصغريها عن كده مفيش مشكله. تمام، ولسه في حته كمان هخلصها، هبتدي اقلي معاكم بقى. بسم الله هنبتدي بقى ننزل بقى بالكفته في الزيت، الزيت بتاعنا خلاص كده سخن معايا اهو. تمام، هنبتدي ننزل بقى كده. بسم الله كده، طبعا اللون بتاعها جميل، هبتدي اطلعها. ففي الاول انا بعليلها النار يعني ثواني كده، واروح مهديه خالص عشان خاطر الكفته ايه تستوي من جوه. تمام اهو كده اللون بتاعها حلو قوي كده، هبتدي ان انا ايه اطلعها. ده كده شكل الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين، لونها حلو قوي كده. وحطيت ملوه تانية اهي، هخلص بقى بقيه الكميه بتاعتنا كده وارجع لكم. زي ما قلت لكم انا في الاول بعلي وبعدين ارجع ايه اهدي العين خالص كده عشان تستوي من قلبها من جوه. تمام، هنا بقى بشيل اللي انا عايزاه في كيس زي كده، كيس تلاجة، واحطه في الفريزر. وقت ما بعوض بروح مطلعاه وعامله له التقليه بتاعته او الطماطم بتاعته، واطلعه من الفريزر على التقليه بتاعته على طول. تمام، وشلت طبعا اللي انا عايزه اعمله. هنيجي هنا على البوتاجاز بقى، حطيت بقى السمنه بتاعتنا ونزلت عليها بالثوم. انا ما بعملش الكفته يا جماعه ببصل، انا بعملها بثوم. تمام، نزلت عليها ببصل بتاع دوت بثوم، راس ثوم حلوه كده صغننه مهروسه. تمام، هصفرها بس كده. كده الثومه بتاعتي حلوه قوي، طلعت الريحه بتاعتها وصفرت معايا زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بالايه بالطماطم، انا ما بحمرش التومه عشان خاطر ما ايه ما تمررش معايا. وطبعا هنزل بالملح والفلفل والشطه حسب الرغبه. تمام، وحبه كمون صغيرين وحبه بهارات لو موجود. تمام كده، كده الطماطم بتاعتنا خلاص كده سبكت زي الفل. هننزل عليها بالميه بقى، كميه الميه تمام كده، وهسيبها بقى ايه تغلي كده. خلاص الميه بتاعتي غليت اهي، ما بحطش يا جماعه الكفته بتاعتي الا لما الميه ايه تغلي. تمام، هبتدي انزل بقى بالكفته بتاعتنا اللي انا حابه احطها او اعملها. بسم الله بالراحه كده. انا هدي الكفته هنا غلوه كده بسيطه، وبعدين عشان انا حابه ان انا احط ايه بطاطستين كده في قلب الكفته. تمام، هحط ان شاء الله بطاطستين كده في قلب الكفته، بتدي طعم حلو قوي وبتبقى بتخليها زي السكر. تمام، هسيب بقى الكفته بتاعتنا كده تغلي غلوه. خلاص كده يدينا الكفته كده غلوه، هبتدي انزل بقى بالبطاطس بتاعتنا. زي ما قلت لكم انا عامله ايه بطاطستين مش مقطره. تمام اهو، بتدي طعم، والبطاطس نفسها والله العظيم العيال بياكلوها قبل الكفته، تخيلوا بقى من حلاوتها. وهسيب بقى ايه الكفته مع البطاطس كده تستوي. تمام، يا جمال ويا جمال،